هذه الخطوط المستقيمة في نقوش الأبواب الخشبية القديمة والنوافذ بالقلاع والحصون والأبراج والبيوت القديمة بتكرارها مثلت عنصراً مهماً في ثراء الفنون الإسلامية ورمزاً من رموز الحضارة والتراث الإسلامي. بالتأكيد وجود هذه النقوش والفنون وخاصة المرتبطة بالحروف العربية والزخرفة الإسلامية في مباني مثل هذا لها أكثر من دلالة، إثبات الهوية إضافة إلى الارتباط مع وظيفة المبنى، سواء كان مثل ما تفضلت حضرتك حصن أو قلعة أو مسجد، والإبانة أو الإفصاح عن هويته ووظيفته من خلال العبارات اللي تكتب حوله. I would say that it's very unique. أود القول أنه شيء فريد وخاص، وأول ما دخلت المكان لاحظت جمال النوافذ والأبواب وعملية تركيب الحديد مع الخشب في ترابط جميل، والنقوش الإسلامية جميلة وفريدة من نوعها. الخطوط المستقيمة المشتقة من حروف اللغة العربية بتشكيلاتها المستطيلة والمثلثة والمربعة مع الدوائر تشد انتباه عشاق فنون النحت والرسم والتشكيل، وتنم عن وهج الذائقة الفنية المستمدة من حروف اللغة العربية. الخط العربي هنالك عمل تمازج مع العمارة، أصبح هنالك بما أن مبدأ العمارة الإسلامية مبدأ مثل المشربيات ومبدأ الزخارف ومبدأ النجوم والسداسيات والخماسيات، هذه أيضا أضافت رونق جديد على العمارة حتى في البيوت. وكما تبار العمانيون في الإبداع بقصائد الشعر من مساجلات وتخميس لأشعارهم، أبدعوا أيضا في زيادة ثراء الفنون التي جعلت الحروف العربية من أبرز تكويناتها. الخطوط المستقيمة في هذه الأبواب والنوافذ بل حتى في هندسة البناء المعماري القديم مثلت عنصراً مهماً من عناصر الجمال في الفنون الإسلامية. منصور بن ناصر السعدي، محافظة مسندم.